صافا الحمد لله كل شيء بخير. مرحبا بكم معنا اليوم في انه في الفيديو اللي غادي تكون عباره على ستادي فلوغ. مش حال هذا انتما كتقولوا لي اكرام بغينا ستادي فلوغ، دير لنا ستادي فلوغ، بغينا ستادي فلوغ. صوت زين غادي يكون عباره ان شاء الله على ستادي فلوغ. شوفوا الاكسايتد بزاف فاش نهضر معكم وفاش ندير معكم دي فيديو. والله حتى تلاحظوا شحال كنبغيكم وشحال تعجبني نكون وياكم هكا تعيشوا معايا حياتي ونبارطاجي معكم اي حاجه فريمون، من الامتحانات من القرايه من الخدمه من الجميع من الدار من الروينه من التقديه من كل شيء. فريمون كيعجبني نبارطاجي معكم اي حاجه من المرض حتى هو ما تنخليه زعما فهمتوا مخبي عليكم هاد الساعه حتى حاجه. نتمنى فريمون انكم تبقاو ديما معايا وكنبغيكم بزاف بزاف وتنصيفط لكم بوستات كبارين هذه ديما تنديرها حتى الاخر ولكن دابا بغيت نديرها في الاول حيت فريمون كنحماق عليكم تنقول لكم شكرا بزاف 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 بزاف. كما قلت لكم ما شاء الله غادي نديرو ستادي فلوغ. عندي غدا ان شاء الله اكزاما وعندي بعد غدا جوج ديال الاكزاما اخرين فريمون والله حتى مازال ما بقاش عارف فيهم والو. ضروري خاصني نجلس ونثبت صافي ونقرا اليوم لحقاش هادو هما الفينال. يعني عندي هذا اللي غدا ان شاء الله فينال وحتى هذوك اللي عندي من وراهم جوج حتى هما فينال، دونك خاصني ضروري نركز معاهم شي شويه. وقلت علاش ما بارطاجيش انا وياكم باش نتوما تشجعوا نتوما الا عندكم شي قرايه نوض قراوها، عندكم شي حاجه خاصكم ديروها نوض ديروها، عندكم شي بريباراسيون باغي تتعلموا شي حاجه، عندكم شي خدمه اي حاجه اي حاجه فريمون باغي توصلوا لها في 2023 نوض حتى نتوما جمعوا راسكم ونوض ديروها. نمسيك سايلنت فور ذا نيو يير وكنتمنى فريمون اننا كاملين نحققوا في داكشي اللي بغينا. قبل ما ندوزو دابا نبداو البريباراسيون عرفت عندي واحد الروينه في هذا البيت راه حالته حاله حيت البارح كان عندي اكزام واليوم عندي اكزام وكان عندي اليوم اكزام والبارح حتى هو كان عندي اكزام، دونك فريمون ما كنتش مع كاع داك الجنع ديال بصح. يلا غادي نوضو نديرو دابا باش نقدر نبريباري حيت فريمون بهاد الروينه اللي كاين دابا ما قدرتش نبريباري، دونك اول حاجه غادي نديروها نوضو نجمعو هاد البيت هذا. سو قبل ما نبداو ما تنساوش عندكم تخلي معكم لايك لا فيديو وابوني لاشين باش اي حاجه حطيتها تشوفوها نتوما الاولين. اند ليتس جو. طيب العشاء دابا حيت عارفه لك ديت دابا غادي يجيني الجوع من بعد عاوتاني وغادي نستغرب طيبه جوج مرات وانا ما فيهاش اصلا وما عنديش الوقت حيت عندي عمام ديال القرايه هنايا. المهم درت هاد الساندويتش هذا ديال مطيشة ومطيشة والملحه ما عقلتش شكون اللي عاقل على هذا وزدت عاودني ليه شحال كيجي زوين ليه شحال كيجي زوين تيجي بنين سورتو الا كان فيك الجوع وصافي. وانا دابا كنكمل في القرايه a new business or organize existing venture always begin with the five parts. The legacy, they are five parts of every business. The value creation, يعني discovering what people want or what people need in order to create it. Legit, يعني the marketing, c'est-à-dire attracting l'attention. C'est ça, c'est attracter l'attention. يعني كتattracter l'attention وكتدير هذيك لا دوموند داك الشيء اللي راك انت ديجي كتبيعه. ايه جايز بالنسبه للناس اللي يلاه دخلوا مازال ما تعرفونيش شنو تنقرا ولا المهم انا هذا العام هذا عندي كاتخيماني فوق الباك كنقرا في لو اس جي وبالضبط في ليغ بزنس ادمنستريشن ماستر اوف بزنس ادمنستريشن. ايوا شنو نقول لكم واحد التماره ديال الكلاب صراحه واحد الله تماره بزاف. ايوا وي ار فايتين اليوم معنا صافي شفتو والله الا فريمون عييتو في عينياتي تسدو. غادي نوض دابا غادي نمشي ندير سكين كير ونطيب شي حاجه ناكلها وغادي نمشي نتفرج في شي حاجه دغيا ونعس حيت فريمون فيا نعس بزاف وغدا قاري مع تسعود عندي اكزام. المهم دابا راجعت صراحه واخا داكشي غير من الفوق حيت ما عطيناش الكوغ فهمتي عطاتنا سوجي هكا فاغ فكرك كيما بغيتي قالت لك كرياسيون دو لونتربريز. ايوا عيش انتي فكري كيفاش غتجاوبيها اش من محور غتمشي بالضبط. سو المهم درت جهدي انا دابا غادي نمشي نعس حيت غير عيانه بزاف. دابا طيبت هاد لاباط هادو جاو لذادين لذادين وصافي كنتفرج دابا في جريت وجريت ها هما حاطو الحلقة عرفتي من صوتي بان ليكم النعاس اللي فيا فغيمون فيا النعاس بزاف حيت لي ما فايقة بكري ودوزت اكزام وجيت وصورت وحطيت فيديو في يوتيوب وفيديو في انستغرام فغيمون عييت ديال بصح
دابا من ليكزام عاش حكا طويله ما يمكنش وحق الله في الجوع بزاف حيت ما فطرتش حتى الصباح ما لقيتش كيفاش ندير نصور لكم غير فقت دغيا وجيت صبحت عيانه شي شويه وصبح ضاربني البرد سينو دابا غادي نمشي للدار غادي ندير شي غدا يكون زوين ونرتاح حيت فريمون ما نعساش مزيان البارح عيان عاد تبان لكم فوجي شحال عيان يا صافي هادشي اللي كاين سينو ابروبو ليكزام صراحه دا سافا شويه غير هو طويل طويل بزاف يالله جيت كنتفرج وكنرتاح فريمون عييت ديال بصح انا لقيتوني يالله قادت هنا باستيشو تحرقات لي بطاطا شويه حيت ما كنت عيانه حاولت غير نزرب المهم تحرقات لي شويه من هنا ولكن غادي ناكلو حيت فيه الجوع وقادت لي هنا واحد عصير ديال البنان غير باش هكا على شويه الحلاوه شويه حيت كنحس بالسخفه وكنتفرج في الملخص ديال guys المهم لقيت فين دابا يلاه دخلت غنبارطاجي معكم التقاديه فيت فيها قبل ما نستفها المهم خديت هنايا هاد لاصوص هادي وليت نعوضها بديك الاولى حيت راه ديك الاولى كما قلت لكم في الفلوق اللي فات راه ما بقاتش المهم لقيت هاد اولا هادي ب 9 دراهم جبتها منها خمسة خمسة وما دوك المهم خديت هنايا لي بات هاد بيني وخديت لي بات وحدين اخرين هنايا هادوك فيس بابي جينيك هذا بان ديال الفطور هنا خديت مايونيز المايس البنان فرماج موتزاريلا موناضا دانون 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 كان حماق على دانون خديت المايس هنا عاوتاني صافي واقيلا وهنا كاين البصله وهنا كاين حتى مطيشه عندكم الحق الفلوق اللي فات قلتوا لي باش تبقايش تقدي البصله وداكشي ما مرجان حيت تيكونوا غاليين صافي غير والله الا بصح حتى خديت هنا البنان ومطيشه والبصله كاملين بشي 20 درهم ولا 25 في مرجان 10 كناخذهاش مزيق الله عرف كنخلص فيها 30 درهم اي فوالا مهم جينيرالمون هادي جات تقدي هادي كتدي لي الصراحه شي 10 ايام 9 ايام وكنخصني ثاني نزيد المهم بالنسبه للناس الباكيت لقيتهم دايرين فيها واحد البرومو دايرين هادو بجوج ب 16 درهم الوغ كو نورمالمون كل وحده فيهم كتكون كدير 10 دراهم دونك خديت هنايا كيلو فوالا هادشي اللي كاين نمشي دابا نستفوها وبالنسبه لهذا كناخذ 550 ب 12 درهم فريمون راه كينفع بزاف كنمسح به الميكاب كنمسح به وجهي كنمسح به يديا ملي كيكونوا ساردين المهم اي حاجه صراحه هذا كينفع بزاف بزاف ولو تاخذوه هنا راه 550 حبه ب 12 درهم وخديت هنا السكرو ديال البنان حيت دغيا كيخسر ليا صافي والمناضه بصح ممنوعه عليا حيت عندي بوم زوي ولكن راه تشهيت دونك قلت غادي ناخذها وصافي دابا غادي ندوز نستف هادشي هذا وندوز نقاد العشاء ونجلس نتعشى ونرتاحوا هاد الكغاطا هذا ديال لي بات كيجي فريمون لذيذ الا بغيتو قولوا لي في لي كومونتير نخلي لكم مره جايه لا غوسيت كيفاش كنديرو صافي وهنايا عندي فانطا ديال الحامض زوينه شحال ما شربت المناضه الصراحه انا صافي بديت كنتفرج في بغيت حياتك حيت حطت الحلقه اليوم الخميس ضروري كتحط الحلقه اليوم وصافي دابا غادي نجلس غادي نرتاح حقاش يلا درت سكين كير دابا شعلت لي هذا باش نتكا نتفرج هكا ونترومانتيزا مع راس نترومانتيزا كيفاش يقولوا ليها المهم رومانتيزا مع راسي اختي
نجلس ونرتاح هكا صافي، غادي ناكل وغادي نتفرج شي حياتك وغادي نعس جوست ابري حيت غدا خصني نفيق بكري ان شاء الله، عندي بريباراسيون حيت بعد غدا عندي جوج ديال الزبزه. فوالا هادشي اللي كاين، غادي نمشي دابا ناكل ونرتاح حتى الغدا ان شاء الله. يعني ندير فطور هيلتي، المهم بيزا مو هيلتي اختار في 2023، قلت مع راسي والو اكرام واش بديت تاكل شويه لي بروتينه، ما كناكلش خباركم والو والله، ما تناكلش اللحم، ما تناكلش الدجاج، ما تناكلش بيبي، ما تناكل حتى حاجه، البيض حتى حاجه، وهذه اول مره غادي نحاول نفطر بالبيض اليوم، سو يا ربي يعجبني، اذا عجبني اليوم راه غنبقى نديرو ديما، حيت غير ما الشوكولاته طلع ليا في راسي، ديما كنفطر غير بنوتيلا مع التوست، ولكن دابا طلع ليا في راسي، دونك قلت غادي نجرب ناكل البيض. حيت راه مكنكذبش عليكم، عرفتي فقر الدم وليت كنعيا بزاف، وليت كنسخف غير كنوقف كنسخف غير تندير لي موندغ دي شون، صافي كنحس براسي فيا العيا، دونك خاص ضروري نحاول ناكل مزيان، وحتى نتوما إلا كنتو كتحسو بالسخفة ولا حاولوا تراجعوا غير الماكلة ديالكم واللايف ستايل ديالكم كيفاش داير، سيرتو الماكلة ديالكم كيفاش دايرة، حيت فغيمون الماكلة كتلعب دور كبير، أنا تنلاحظها ملي تناكل مزيان تنكون صراحة داخير، غير شي شوية مثلا كنزابي هكا الفطور ولا كنزابي الغدا ولا شي، المهم غير شي حاجة هكا أنا ماكليتهاش، صافي تنحس بالسخفة تنولي تاخدو دايرها. باش يلاه قاعده الفطور ديالي، غادي نمشي نفطر ابري غادي ندير البلانين ديال النهار ديالي، حيت عندي بزاف ديال القرايه، عندي غدا جوج ديال لي زيكزام، غتسمعوا شويه الصداع برا حيت راني حاله الشرجه، بغي شويه وغادي نسدو، تنبغي هكا غير باش تشمش البيت شويه وتحترج الوقت. صافي دابا غادي نمشي نفطر، كما قلت لكم من وراها غادي ندوز نقاد تو دو ليست ديالي وغادي نبدا بريباراسيون، حيت عندي بزاف ديال القرايه اليوم. شوفوا هنايا بدا كيدير عاوتاني، بدا كيتكمش مع الدواء ديال الحبوب حيت رجعت ليه، دونك غادي ندوز ندير ديك البومادا اللي هي لا البومادا ميغاك اللي وريتكم كاملين، دونك غادي ندوز نديرها، صافي غادي ندوز نتغدى، صافي هادشي اللي كاين انتوما معايا. بالنسبه للبنات اللي كانوا صوروني على هذه، هذه سميتها فازلين اوفيسينال، راه كتكتبت لكم شحال مره في لي كومونتير، المهم سميتها فازلين اوفيسينال، دايره شي 14 ولا 15 درهم، راه هي اللي كندير دابا التقشار ديال فمي، المهم ها هي حتى بغيتوها خذوها صراحه زوينه بزاف، المهم دابا شديت الشرجم حيت فريمون صداع بزاف برا، وغادي نبداو دابا غادي ندير اول حاجه بلانين، يلا غادي دابا غادي ندير تو دو ليست ديالي باش نبدا البريباراسيون. باش نبدا البريباراسيون، صافي هادشي اللي كاين، سو عندنا بزاف ديال القرايه اليوم، ليتس جيت ستارتد. Yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah. In all the girls around the world, they wanna be her. In all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under this subtle smile? We'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. والله حتى غير حالتي توريكم، تخيلوا النهار كامل وانا جالسه هنا، تخيلوا داكشي ديال الفطور راه باقي محطوط تما، ما بقاش كيفاش ندير، غير مو هادشي صدق صعيب، زعما انا كنت صحاب ليا راه غادي تفهم ساعتين ثلاثه السوايع صافي ماكسيموم غادي نسالي، ولكن هادشي هذا نهار كامل والله الا دابا باقا ما نزلتش الموديول الاخر، نهار كامل انا غير مع واحد الاكونتين كنقراو الكونتابيليتي بلونغلي، وفريمون صعيبه بزاف بلونغلي، تخيلوا انا قاريه كونتابيليتي سوسيتي وكونتابيليتي جينيرال واحد وجينيرال جوج وكونتابيليتي اناليتيك، ما كاع لي كونتابيليتي كرهت وهادي اختي ناري راه مايمكنش. نفس الوقت وسط هاد الازمه كامله الدراسيه حطيت لكم ريل في انستغرام، دخلوا شوفوها، وانستغرام ديالي خليت لكم هنايا، دخلوا شوفوا انا خليت لكم هنايا، وصافي دابا غادي ندوز نكمل البريباراسيون قبل ما نبدا يجي النعاس، دابا هذه 9 ونص يلا غنتعشى نجيبها مع ديك 10 نيشان ونرجع للبريباراسيون ان شاء الله حتى ديك 12 ولا الوحده. I believe them if I try.
my high. I'm on that carpet ride. I've been swerving, I've been surfing to my magic side. I was in a magic city, going 50-50. I bet it all up on that red and they got real shifty. Pity, pity, it's a petty crime. You see how people change their vibe when a screen up on their mind. Guys, finally, عشتي سيمانة متابعة ديال هذاك زمان كل نهار واحد، أخيرا ساليت، باقي ليا واحد من هنا 15 يوم وصافي غادي نتأفش هاد الشيء ونشوفو تاني واش أوغدينا واش غتخباش، ولكن الحمد لله عرفتي جيت قبيلة دوشت ضربت بواحد الدويشة هي هاديك فغيمون ارتحيت والله إلا تخيلو جيت مع 12 ما قدرت لا نصور لا ندير حتى حاجه جيت مع 12 ضربت بواحد النعسه ما فقت حتى الخمسه وحق الله العظيم دابا كتوني يلاه فاقت دواش حتى ضربت بواحد الفركه هي هذيك واعره والله الا صراحه ارتحيت دابا راه شعري باقي فيها تكسر غدا ان شاء الله عاد نصايبو وجمعت بيتي خملتو ودابا قديت ليا واحد العصير غادي نشربو حيت محتاجه شي حاجه حلوه صراحه تنحس بالسخفه لكن بلاتي بلاتي نوريكم واحد الحاجه ما غاديش تبان لكم المرقه ولكن درت واحد الكوكات شحال بنينه واحد الكوكات شحال بنينه راه بزاف وانا صراحه توحشت الدار وتوحشت الماكله ديال الدار واقيلا بعد ليا غدا ان شاء الله غنمشي لدارنا نجلس معاهم واحد يومين ولا ثلاث ايام حتى نرتاح شي شويه ونشبع بعدا ماكله ديال الدار حيت فريمون توحشت بزاف ماكله الدار وديك الساعه غنعاود نرجع ان شاء الله صافي هادشي اللي كاين باش ما كنقول لكم في انستغرام شنو درت باي ذا واي ها انستغرام ديالي ها هو دوز عندي تماك وعرفتي راسي كيبان بحال شي بيضه بهاد الطبيعات ولكن راه كاين البرد بزاف المهم اه واحد الحاجه اخرى درتها زوينه نسيت ويت يور جيرل صلات عرفتي غتنفرح بزاف فاش نصلي حيت صراحه ما مواظباش على الصلاه ما نكذبش عليكم تنحاول يلاه تنحاول 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 انا نقادها عرفتي حرت بالزيف ما عرفتش ما ندير به حيت ما مولفاش المهم كما قلت لكم صليت وارتاحيت دابا غادي نجلس غنتعشى وغنتفرج في شي حاجه زوينه وغادي نمشي نتكا نرتاح وغدا خصني نفيق بكري باش ندير مونتاج سو يا هادشي اللي كاين سي يو ان ذا نيكست فيديو شكرا بزاف 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 على السبورت ديالكم على الميساج ديالكم على الكومونتيغ ديالكم على لي لايك ديالكم لي بارطاج الهضره الزوينه ديالكم كلشي 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 ديالكم زوين ثانك يو سو ماتش سي يو ان ذا نيكست فيديو سلام عليكم